الناس اللي كانت تطرح تساؤلات هافين مشات هي المشاريع اللي شفتوا ما شفتوا المره الفايته خالد ياسم الخار كان يتكلم عن 100 مليار 700 مليار يقول نوصل غير المليارات وهذا فين مشوا ذني راهو الفضاء ما عرفتش خلق لها ولا كذا هذا يضحك على عقول الناس الرئيس راهو ما يجي يقبض الفضاء ما يجي يقبض الميزانيه ويتصرف فيها وكما يبغي هذا حد يقوله راهو يضحك على عقول الناس نتمنى بأن الناس تنتقد انتقاد إيجابي نحن رانا مرحبا إذا انتقدنا حد انتقاد إيجابي وهدف ما هو هدف يعني سياسوي محض رخيص المجموع هي 463 مليار 463 مليار اللي انكبت في الجهة مختلف هذه القطاعات اللي سمعتها وهذا يعني ما هو قليل هذا فقط بعض التوضيحات اللي بغيت نعطيه لكم لأنكم كما شفتوا المرة الفايتة خالد ياسم الخار كان يتكلم عن 100 مليار 700 مليار يقول نوصل غير المليارات وهذا فين مشاو ذا الإنجاز خالد واحدين عاد قاعد يتكهنوا التكهنات اللي باقي يعرف ذا فين مشاو ها فين مشاو المشاريع ها هم موجودين على الأرض موجودين وما محتاجين حد يظهر هنا خلينا الناس تتكلم لأنه كل حد عنده الحق ينتقد ولكن حد لا ينتقد خاصه ينتقد انتقاد بناء ولا يعود انطلاقا من معطيات سياسوية من دوافع سياسوية اللي هدفه هو التشويه نحن نقدر نعود مقصرين نحن حوادث سي نورمال ولكن هذا المجلس ولا ذاك المجلس اللي فيه الماضي خدمه وهذه خدمته هذه على الأرض وأنا نستبشر خير إن شاء الله بأنه النقص اللي عندنا الحاصل في تهيئة مدينة الداخل بأن اللي نستدركوه إن شاء الله بفضل تضافر الجهود وخصوصا مع يعني رؤية لسيد الوالي وشركاء الأخرين إن شاء الله دعمهم كامل لنا باش نقدو ننهضوا بالمدينه ونطبقوا هذوك ننجزوا هذوك المشاريع الهامه اللي عندنا اللي هي ما بين الجهه والبلديه والمجلس الاقليمي والمجلس الاقليمي ديال اوسر وكل هذا ويكون يعني ذاك هذا ناجح كله لا على مستوى الداخله ولا على مستوى اوسر ونطمن الساكنه ونطمن الساكنه بانه هذه المشاريع ان شاء الله اللي شفتوا اللي ما زالت قلنا عنها في طور الدراسة ولكنها راهي في مرحلتها الأخيرة وسيتم انطلاقها بسرعة في أسرع الآجال باش تكون المدينة ديالنا مدينة الداخلة ترقى المستوى اللي يبقي جلالة الملك وترقى كذلك لوتيرة النمو لتعرفها وخصوصا مختلف ميادين خصوصا الميدان السياحي لأن السواح منين يجوا خاصهم يلقاو منين يزوروا في المدينة وبالمناسبة نهني الإخوان كامل اللي استضفني من السياحة واللي هون عندنا منهم واحدين في المجلس الجهوي واللي داخل اليوم صبحت واحدة من لي فوكاسيون برينسيبال ديالها هي انها مدينة سياحية لأنها اليوم داخل الناس كامل تتكلم عنها وهذا يفرض علينا احنا بأن نواكب هذه الوتيرة المتسارعة اللي لا تجعل من المدينة لأنها مدينة تكون مدينة جميلة فيها فضاءات مختلفة فضاءات رياضية يعني ساحات خضراء فيها البنية التحتية تكون بنية في المستوى وهذا على كل حال لا يقوم به كامل إن شاء الله بتعاون مع السلطات الولائية اللي يرأسها سيد الوالي وبتعاون مع الجماعة الترابية وبتعاون مع المجلس الإقليمي اللي الحمد لله لا ينطلق انطلاقة جديدة ونتمناه بأن إن شاء الله تنفذ هذه المشاريع كاملة ونمرقوا من هذه الديمومة وأنا اللي فقط اللي بغيت نقول راهي ما خالق جهة وحاجة قد قمش ايد واحدة ما تصفي من الجهة لأنها هي أولا تحتل الصدارة ومعها السلطة الولائية مهمة جدا جدا ومعها جماعة ترابية ومعها المجلس الإقليمي اللي موجود في هذيك المكان كذلك جماعات ترابية الأخرى لا بد كذلك في إطار يعني العدالة المجالية نعطاها حيز في هذه المشاريع ومهم بالنسبة لنا بأن نطوروا لا رياضي يعني المجال الصحراوي
وجماعات الترابية اللي ما هم في المركز لا بد أن نمنعتهم قيمة. فعلا المدينة مهمة، مدينة الداخل وهي حكومنجية، وكذلك بيرغندوز اللي هو عاصمة يعني أو سر. ولكن أنا أقول لكم على أنه الناس اللي كانت تطرح تساؤلات هافين مشات في السجن هي هذه المشاريع اللي جبتوا، ونتمنى بأن الناس تنتقد انتقاد إيجابي، ونحن رانا مرحبا إلا انتقدنا حد انتقاد إيجابي وهدف ما هو هدف يعني سياسوي محض رخيص أهلا وسهلا به. وهذا قلناها دائما، مشاريع اللي عنده مشروع ممتاز وزين وشايف عنه يقدم لنا المدينة يجيبونا يقترحونا في المجلس. عندنا كذلك الهيئات التشاورية الاستشارية معناها اللي كذلك حتى هي رافض من الروافض اللي قدم لنا المقترحات ونحن مقتنعين بها. هذه فقط كلمة بغيت نقولها لأنه هذه عامين ياسر مخاطر واحد بها لا ترويج و650 مليار و750 مليار و800 مليار. احنا سيدي هذا نمشاو المشاهد واضح. ثانيا الناس اللي تتكلم عن الميزانية، الرئيس راهو ما يقدر يقبض الفضل، ما يقدر يقبض الميزانية ويتصرف فيها وكما يبغي. هذا حد يقوله راهو يضحك على عقول الناس. الميزانية يتم برمجتها في المراحل، اولا يقترحها المكتب، مكتب المسير الرئيس ومعها اعضاء المكتب، ويقترحها على اللجان ويتم دراسة باللجان وتقدم من اللجان للمجلس ويصادق عليها وتقيس السلطة، سلطة الرقابة خلق الرقابة القبلية وخلق الرقابة البعدية. سلطة الرقابة القبلية اللي تبارك مع ذلك المشاريع وتشوفها تفليها واحد واحد تخرص إذا كان هذا المشروع فعلا يستاهل بهذا الميزانية ولا لا. وبعدين من يتخطى من هذه يرجع للمجلس، المجلس يشرف على تنفيذه، ومنين ينفذه تجي عنده رقابات، أذلت رقابات سنوية. وبالتالي ما يقدر حد يقول راه الفضة ما عرفتش خلق لها ولا كذا، هذا 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 يضحك على عقول الناس. حتى يتكلم يتكلم نقد بناء، مرحبا وسهلا، نحن مالنا ملائكة، حنا غلطوا كاملين جميعا. ونتمنى بأنه إن شاء الله المجلس انسجامه اللي خالق ضريب معارض